والنهاردة جايين نتكلم مع بعض في موضوع يتحدث عنه العالم أجمع، انقطاع الإنترنت في 2023 في شهر 10 في يوم 11. هتعمل ايه؟ صراحة الوضع إلى الآن كل الأمور اللي دايرة حوالين الموضوع ده بنسبة هنقول 99% أنا على يقين إن الإنترنت فعلا هيقطع. لو النت قطع سموني سوسن، انا لو النت قطع سموني سوسن، انا كيوسف سموني سوسن، قول متوحد فكرة ما بقاش متوحد فكرة، بقى اسمه سوسن. طيب اتفقنا؟ خلينا متفقين إن الفترة اللي فاتت أحداث كتير حصلت، الأحداث دي بتودينا لحاجة معينة وهي القيامة. مش هنقول إن أنا عالم ولا هنقول إن في فتي في الحوار، استنى بس بالله ولكن سيبنا نتجوز وبعد كده. خلينا بس، لا خلينا طب انا بجد، لسه ما اتجوزتش، ادخل دنيا طيب، ادخل دنيا طيب. خلينا والله بجد نتكلم بحياة واقعية كده. يعني مثلا عندك الزلازل والبراكين. استنى اوجه رسالة حمايه، عجل 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 عشان في ايه عجل بتروح. عجل. خلينا الفترة الأخيرة هنلاقي زلازل وبراكين بتحصل. طبعا هو الموضوع هنقول بنسبة 90% ممكن أقول لك الموضوع مختلق، لأن الموضوع حصل بشكل أوفر في مناطق كتير في توقيتات متقاربة قوي. بس انا برضو انا عايز يعني عايز اركن الحته دي برضو، انا عايز اكلمك هتعمل ايه كمنشئ محتوى. مش عارف بصراحة، يعني أنا مش متخيل كده إن أنا أصحى من النوم. مش هقول لك بقى إن أنا عشان أتصفح الإنترنت، لا أنا عايش إيه فيديوهات انا هتهرش، تقريبا والله العظيم، يعني تقريبا أنا انا عايز انترنت، تقريبا أنا انا عايز انترنت. تقريبا أنا كمنشئ محتوى ممكن أقعد أتكلم مع الكاميرا كده وأسجل لكم في يومياتي، وبعد كده ازيك لما لما النت النت يجي يجي؟ يبقى ينزل. لو ما جاش بقى نبقى نتقابل في الاخر وانزلكم هناك. بس عايز اقول لك فعلا الموضوع هيبقى صعب جدا على ارباحك. يعني انا كيوسف عايز اقول لك ان 95% ان لم يكن 99.9% من مدخولي الشهري من الانترنت، واعتقد بنسبه كبيره جدا يعني انت نفس الموضوع بالظبط. ماشي. طب هنعيش ازاي؟ والله إلى الآن ممكن نقول إيه، أنت بتأمل، يعني أنت بتقول سموني سوسن عشان ما الموضوع ما يحصلش. ما هو فعلا مش هيحصل بنسبة كبيرة جدا. أنا بقول لك بنسبة كبيرة جدا أنا على يقين إن ممكن ليه يحصل، يا عم؟ وزي ما قلت لك ما هو احنا فاكر نهاية العالم 2022، حبيبي ماشي. ما احنا في 2023. أنت دلوقتي بتتكلم في حاجة تانية، أنت بتتكلم في دولة فضلت مستعمرة قد إيه دلوقتي بتتحرر. ما هو ده برضو كان مذكور في القرآن. طب عايز اقول لك حاجه، مش هقول لك حاجه فاهمني؟ دلوقتي، يعني هو هيقطع يوم 11 الساعه كام؟ لا ما قالوليش. طيب اقول لك حاجه، انا يوم 11، يوم 11 ان شاء الله بنسبه كبيره جدا هكون طالع لايف. تمام، هحاول اطلع اليوم كله. ماشي ماشي، ولو النت قطع عليا يبقى قطع عليا وانا بعمل حاجه اللي بحبها. ماشي، حلو الفكرة؟ فكرة حلوة. من يوم 11 الساعة 12 بالليل هروح طلع لايف. يوم 11 ده يبقى يوم ايه؟ معرفش. النهاردة 8، يعني 9 تقريبا ممكن العشر، الأربعاء أو الخميس. لا ليه؟ الحد 8، الاثنين 9، الثلاث 10، الأربع 11، يوم الأربع. الفري أقول بتاعي لك الأربع هجيب بيتزا واجيب لكم يا ناس. هاكل بيتزا على هجيب الله. لكم بيتزا يا ناس، هاخد بيتزا آخر يوم في عمري. اتفقنا؟ بس اتفقنا. طيب هو هل كده معناها إن النت غير آمن كمدخل أساسي لمنشئ المحتوى؟ دي حقيقة، دي حقيقة. بص، هو احنا دايماً بنقول ممكن تعتمد على الإنترنت كمصدر مكمل ولكن مش اساسي. تعرف ان حلاوتنا في الموضوع ده احنا خدناه كمنشئين محتوى، مش رحنا خدناه زي ناس تانيين. احنا بنتكلم كمنشئين محتوى، بنوجه كلامنا لمنشئ المحتوى. انقطاع الانترنت عن منشئ المحتوى سيؤثر بالسلب على حياته عموما. بالظبط. هيأثر بالسلب، لان انت ممكن انت كمنشئ محتوى يكون الدخل اللي بيجي لك من انشاء المحتوى هو بيساعدك على المعيشه، بيساعدك على المدخول اصلا اللي بيجي لك يعني من بقول لك انا عايش الطبيعه. من انت. برضو في نفس الوقت عايزين برضو نفكر، هل لو فعلا يعني احنا دلوقتي بنقول ان الكلام مش هيحصل، انا بقول هيحصل، في غيري مقتنع انه هيحصل، في غيري مش مقتنع انه هيحصل، ولكن لو الموضوع حصل
هنعمل ايه؟ هنتشلوح. فكرت فيها؟ لا والله بجد هنام. فكر. طب هنام. عارف ليه؟ عارف ليه؟ انا مريت بالتجربه دي وكانت تجربه مش حلوه اطلاقا. تجربه كورونا. تجربه كورونا كانت بالنسبه لي مصدر اكل عيشي، وقف كله مره واحده، واتجهت ان انا اسيب كل حاجه وانام. وفعلا ونمت 8 شهور. تخيل 8 شهور نايم. طيب انا تجربه كورونا زي ما انت بتتكلم كده هي اللي خلتني منشئ محتوى. ما هي اللي خلتني منشئ محتوى، بس انا قعدت 8 شهور احنا نايم. في ممكن تجربه تكون سلبيه على ناس كتير، بس دي مش فيها سلبيه وايجابيه يا حسين. دي كلها سلبيه على الكل. ماشي، ايجابيه في ايه؟ ما انا دلوقتي بكلم، ما هو هي كانت الكورونا سلبيه على الكل. لا لا ايه، لا اقول لك ليه. الكورونا كانت ايجابيه على منشئ محتوى اليوتيوب، كل واحد عنده قناه على اليوتيوب الدنيا رفعت معاه في الكورونا، لان كان في انترنت. لكن دلوقتي انت حياتك واقفه، انت مش عارف تعيش من غير النت في اليوم. ماشي، ان انت قطع دلوقتي بقى نص ساعه وانت ساعه ونص، انا وانت عاملين ازاي؟ بنعمل فيديوهات وبنتهرش. والله احنا يعني النت قاطع واحنا قاعدين بنسجل في فيديوهات، يعني منتظرين النت يجي عشان نشتغل. اه والله. بس طب خلينا متفقين ان برضو الموضوع ده هيخلق مجالات او يخلي الناس تفكر كتير تعمل ايه، تمام؟ ولكن برضو هل المكان اللي انت فيه او الدولة اللي انت فيها تبقى مؤهلة ان هي توفر فرص عمل لمنشئين المحتوى المتفرغين لانشاء المحتوى ولا لا؟ لا. طيب الدولة ليه بتفكر في فرض ضرائب على منشئ المحتوى لما هي مش هتعرف توفر له البديل في حالة انقطاع الانترنت؟ فكرت فيها برضو؟ ما متخيلين، مش عايز نحبس. مش عايز نحبس. هو بيفكر بس يا عارف انت المرج اسمه حسام عبد الله، رقم تليفونه 011، البطاقه رقم البطاقه 2920، هوديك بدايه. لا يا عم ماليش علاقه بالحاجات دي. فالموضوع عارف انت لما تيجي تفكر فيه بمنظور كده واسع شويه هتلاقي نفسك اتشتتت في حاجات كتير. لا لا. طب انت خايف بصراحه؟ اه. ليه؟ هتقولي ليه؟ هقول لك إيه، عندي مسؤوليات. مش هقول لك برضو ان انا باكل وبشرب وبنام اليوتيوب، لا، بس برضو اليوتيوب هو مصدر دخل مكمل لمصدر الدخل الاساسي، لان هي الحياه صعبه اوريدي. انت خوفتني. هي اوريدي الحياه صعبه على فكره. انا ما كنتش عامل حساب الموضوع ده خالص اصلا. عارف انت لما يبقى كله مع بعضه تمام اوكي، انما تبقى زياده في الاسعار وتلاقي مصدر دخل اختفى مرة واحدة، لا انت هتاكل ايه؟ مش هاكل. انا يا حسام مش هاكل. يا عم انا مش هاكل وانت مش هتاكل ومراتي مش هتاكل. يا حسام انا مش هاكل واشرب فعلا، لان مش هبقى معايا مدخول، فاهمني؟ ما انا برضو لما بكلمك في النقطة دي. طب والعمل؟ انا كان عامل كمنشئ محتوى. انا مش هاكل واستحمل وانت مش هاكل واستحمل. طب العمل كمنشئ محتوى يعمل ايه؟ طالما الفلوس اللي جايه له على قد اللي رايح، هو عارف يعمل مدخول وعارف يعمل مشروع وعارف يعمل ايه. طب احنا نعمل ايه؟ فكر بعقلانيه شويه الفتره الجايه. ازاي؟ طيب والله فيها يعني انت مميز في ايه غير انشاء المحتوى؟ يعني انت بتوجه الناس ان هم يسيبوا. تعالى بقى نمسك. تعالى رهام سعيد. بس استنى لو سمحت، لازم سيبني. وهنا خدنا تصريح من بابا المجال وهو بيقول للناس اتجهوا الى الشوارع. تعالوا مع بعض نسأل بيقول ايه. حطوا موسيقى حزينة. طب انت قصدك ايه اللي فكر بره المحتوى؟ يعني انت لازم يكون عندك مدخول تاني؟ اكيد اكيد. طب بتوجهني انا ليه؟ كمبيوترات. انت دماغك حلوة بالكمبيوترات. بس تفتكر كمبيوترات هيبقى ليها لازمة من غير انترنت؟ مش هيبقى ليها لازمة بصراحة. طيب يبقى خلينا متفقين. انا بص، انا كمفروض في اسئلة كتير جدا كانت في راسي نتكلم فيها على الموضوع ده بعد اول اجابتين او تلات اجابتين. بس انت بقى تمسك كمل الفيديو النهائي. وضع فين؟ دمرت نفسيتي. ده منك لله. لا بجد 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 الموضوع فعلا مريب. يعني ممكن الناس تكون بتاخده بتهريج بهزار الفترة الأخيرة. في ناس كتير خدته الموضوع ترند. سموني سوسن. في ناس كتير خدت الموضوع ترند عشان تجيب مشاهدات. سموني سوسن. يا عم استنى بس. والله سموني سوسن. النت قطع، النت قطع، تعالى من مصر، تيجي مصر الشباب موصل، تعالى اهو افتح الباب خبط. خلينا متفقين ان النت قطع قبل كده، فاهمني؟ آه بفعل فعل.
اللي انت قطع بقى كان الكبير قطعه. اي اوكي الكبير اقطع النت، وليه ما يكونش كبير الكبير هو اللي يقطعه؟ لا الكبير مش هيقطع، لا الحقيقه مش تنفع من غير، بقول لك حاجه مش هينفع من غير. اول حاجه البورصه الامريكيه لو أفهم لو أفهم. لو في مخططات، مين مخطط؟ مين اللي هيخطط؟ لا ما هو اللي بيدور الفتره الاخيره على ايه في البلاد، على مين؟ ما هو مين مين بص مين بص سياسيا؟ اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، والله 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 انا كنت قاعد مع سواق تاكس وانا جاي لك، اقسم بالله عارف انت لعب في دماغي البخت. لك انت انا واضح دي انا قلت دي مستحيل يكون انسان، مستحيل يكون انسان والله. لك انت تخيل لعب في دماغي البخت، الماسونيه ومش عارف ايه، انا عايز وبيجهزوا البلد ل استنى بس بيجهزوا العالم للمسيح الدجال، فاهمني؟ يجهزوا العالم للمسيح الدجال وعايزين ناخد الزرارات الله يخرب بيتك ويقللوا البشريه. ما هو مين المستفاد؟ مش عارف. ما هو مين المستفاد؟ الكورونا كان فيه مستفاد ومش مستفاد، تمام؟ دي بقى مين المستفاد؟ كل الدول المتقدمه ستصاب بالشلل. ليه؟ البورصه الامريكيه شغاله من مصر، في ناس مستثمرين في مصر فيها، البورص اللي موجوده في كل البورص، مش بورصه واحده، مش بورصات، لا بورص، البورص جامع بروس. كل البورص مش انا عارفها يا جماعه، بس انا بحب كل البورص اللي في العالم ماشي هتصب بالشلل. الناس نفسها هيبقى عندها حاله من الياس من الاحباط، الشوارع هتتملي، الناس مش هتبقى موجود، انسى الكمبيوتر، انسى الموبايل، انسى الشراء والبيع، جميع شركات الكمبيوتر هتفلس، جميع شركات التليفون هتفلس، جميع شركات المحموله هتفلس، لان خلاص انا كنت بشحن عشان خاطر نت، دلوقتي مش عشان خاطر نت. اخره باقات اتصالات، هو موضوع باقات اتصالات مش مكسب، والواو ده زي الانترنت. فتلاقي ده كله بيقول لك ايه، دروب دروب دروب، والحاجات دي لو وقعت في اقتصادات دولة بتقع يا حسام. تفتكر الموضوع ده ممكن يبقى عامل ايجابي من ناحية تانية؟ زي الترابط الاسري؟ ايه؟ الترابط الاسري؟ انا ابو الترابط الاسري والله والله بجد يعني. لا والله يا عم انا ماشي ترابط اسري، انا احب يا بابا. انا عايز اقول لك انه انا بحب مامتي، بحب ابويا، بس بعيد عن النت، انا عايز اقول واتساب. انت دلوقتي ممكن تقول لها وحشتيني على الواتساب، انما لو النت قطع تروح لها تقول لها وحشتيني. امي؟ فاهمني؟ لا يا ماما انا بس لو النت، لو ما فيش نت مش هجيلك، مش هجيلك، انا هنام. ادعي النت ما يقطعش. اقول لك حاجه، انا هتسحب من الدنيا كلها فعلا. اقول لك حاجه، فيجي وقت عليا، انا بيجي وقت عليا كده اللي هو ايه، لا ارى، لا اسمع، لا اتكلم، لا اتناقش، لا اسمع، لا ارى، شوف اي حاجه. بيجي وقت عليا كل الحواس اللي حواليا عايز تاخد ريست. في موضوع زي ده كل الحواس اللي حواليا واللي عليا النهارده وبكره لغايه لما يجي الموضوع ده يخلص هتبقى اخطر فعلا، لان الموضوع مش مرعب، الموضوع صعب. صعب جدا انك تتخيل نفسك بكره بدون راس مال، صعب جدا انك تيجي دلوقتي تبص. لو انا قاعد انا وانت دلوقتي عايزين نطمن على فلوسنا وصلت البنك ولا لا، هنفتح تيك تيك تشوف فلوسنا البنك على التطبيق، مفيش انترنت تشوف، عايز ادفع ده خلاف ان اصلا حتى كمان لو رحت البنك ما هو السيستم واقع، مش هتلاقي كل حاجه كلها هتزق تك تك تك، فاهم؟ فانت كده ايه، حتى الرصيد اللي بيتسحب اللي بيروح، يعني في اللي بيروح انترنت بيروح كله. طب ايه هيبقى ايه، انا خلينا نمسك بالورقه والقلم حطهم تحت تحت البطانيه. ورقه وقلم معلش. اعتقد ان الموضوع مش الافضل اطلاقا، ومريب ومرعب، مرعب بجد والله. بص يعني احنا النهارده 8، بص انت ممكن تاخد الموضوع بجانب تاني وهو التقرب لربنا. انت عارف بس اقول لك حاجه، انت والله العظيم انا عايز اقول لك يا عم، انا حد قالك قرب من ربنا؟ اهو بص جنب، مش بقول لك انت، مش بقول لك انت، انا بتكلم على العالم يا جماعه، قربوا من ربنا عشان اليوتيوب مش حدش يعمل شيطه بالله عليك. والله بجد والله، لا العالم كله يعني، انا ممكن يكون جات لي الرساله اللي هي جات لي كل الناس دي على الواتساب، انا نفسي اعرف مين بنت الديتا والله العظيم بحاسبها. وناس كتير طلعت اتكلمت، مش عارف البنت دي اتعملت ازاي، وعملت فيديوهات ومش عارف ايه. طب انت فكرت ان انت عملت ايه لربنا يا جماعه؟ اللي دي فلوس البنك يروح يسحبها، او هتعمل ايه لربنا اللي دي فلوس البنك يروح يسحبها؟ اسمع مني. ما هي الناس بتفكر ان هو النت هيقطع من باب ان النت هيقطع والموضوع خلاص خلص واتحررت، فاهمني؟ مش عايزين نجيب الاسم، فاهمني؟
لا لا، الموضوع لو فعلا حصل يبقى في عواقب تانية هتحصل كتير، ولو ما حصلش يبقى يا ريت ما الحمد لله. حصلش. عارف حصل اول حاجه عملها حاجه ضربك هناك يا عم انا مالي يا يعني، عم، مش دعوه انت هو انا اللي طلعت انت الفويس؟ اللي نبهتني، هو انا اللي انا كنت طلعت ناسيه، الفويس؟ انت اللي خليتني افتكر انت نسيه؟ انا بصحصحك، اصحى اصحى لا يغفلونا، والله شيء هيغفلونا، ربنا يصلحك. اصحى. ودي كانت مناقشه يعني تقريبا في انقطاع انترنت. انا يعني تقريبا كل الحواس وكل التفكير وكل المنطق واقف في ناحيتي، يمكن انت مش حاسس لان انت واحد، اما احنا مش واحد يعني. انا وحسام تقريبا يعني، حسام ماسك قناه كتير جدا، وهو شايف قدامي وانا ماسك قناه كتير جدا بالورقه والقلم، تقريبا داخل ماسك ورقه وقلم، فالموضوع يعوق على ناس كتير جدا. انت النهارده بتفكر طب القناه دي هتعمل ايه؟ طب فلوسها هترجع لها ازاي؟ طب انت هتكمل معاها ايه؟ فحاجات كتير جدا 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 يعني صعبه. لو صعبنا عليكم بقى سوبر شات ليوسف. سوبر سوبر سانجز، سوبر سانجز، عشان الراجل عايز يتجوز يعني، خلوه يتجوز جوز قبل ما ازاي؟ النت يقطع. انا عارف اجيب فلوس. لا، ما قبل ما النت يقطع، قبل ما النت يقطع ده بكره، معاك بكره اقسم بالله تعالى فلوس. الموضوع صعب جدا، ربنا يسترها وابدع الناس عشان انا ماشي، ربنا يسترها. وحاول حاول الفترة الجاية بجد بجد يعني، احنا ممكن نكون بعدنا عن ربنا بانشغالنا بمسؤوليات الحياة، ولكن صدقني ممكن تكون دي رسالة من ربنا عشان نتقرب ليه تاني. طبعا في نهاية الفيديو أتمنى، يا ريت لو عجبك الفيديو اضغط ليوسف لايك وفعل الجرس. سلام سلام، قولوا ليوسف ما تزعلش. سلام.